وكنت كان نفسي نعمل هاكي بتاع سجد الحرب الزنغة. شو كان نفسك يصير في هذا العيد ميلاد؟ عيد ميلادك السنة هذه إيش؟ ليش كنت مخططة؟ كنت مخططة أنا وملك صاحبيتي إن نشتري هديات برضو بعد ميلادي، يعني كنت أجيب لك هيك صغيرة هيك كمان مفاجأة وهتجيب لي هدية غير الهدية. طيب يا جنى، انبسطت بعيد ميلاد امبارح؟ نصته. قديش عمرك هلا؟ 13. ايش حسيتي في العيد ميلاد هذا بيختلف عن العيد ميلاد اللي فات؟ بيختلف كثير. هذاك كيف كان عيد ميلاد هيك عملوا لي كيكة واشياء وشوكولاتات وحاجات وهابي بيرثداي وشي، وكانوا صحبات يعني جايين، بس هذا العيد ميلاد ولا حدا كان معي، بس يعني انه انتو يعني هيك. وكمان ما عملناش عيد ميلاد، يعني رحنا على السوق بس نزلنا هيك شربنا شوية اطباق. بس لقينا بوظة وذرة. يلا شو أمنيتك في هذا العيد ميلاد؟ إيش أمنيتي؟ هم ثلاث أمنيات. إيش أمنيتي؟ إذا نرجع على البورد تخلص الحرب، ثاني حاجة ما يكونش ولا واحدة من صحباتي بس طبعا، يعني ثالث حاجة تكون أختي بخير، يعني إحنا لسه مش عارفين نعمل.